Grazie per questo che abbiamo usato Samuel. إنها 7:30 مساء لتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في عناوين المسائية. هي قرارات أكثر من طبيعية بأي تيار يقوم بمراجعة وبنقد ذاته. ارتياح مستقبلي، مناصرين وحزبيين لقرار الرئيس الحريري حل هيئة الانتخابات والمكنة ومنسقيات عدد من المناطق. الحديث اللي بيصير بيني وبين وليد بيك جملاط مش شأن حدا من هالناس. تداعيات إشكال الشويفات مستمرة، أرسلان يهاجم جملاط والتقدم يرد رحم الله الأمير مجيد. هذه الانتخابات إن شاء الله تحدد مستقبل العراق القادم. العراقيون انتخبوا نوابهم الجدد ونسبة المشاركة بلغت قرابة 32%. كاميرا البناية فياتك مش مشاغب أو مخالف. بس ولا مرة هالكاميرا كما شيء شبكة كانت وراء أعمال الشهب تخريب. أمنك الشخص اللي بتعمله بس الأمن العام هو بيعمل. اليوم صار فيك تستخدم أي بطاقة مصرفية بمراكز الأمن العام لنحسن الأمن ونطور الإدارة. غداة احتفال النصر في بيت الوسط ولقاء الرئيس سعد الحريري محبيه ومناصريه، مناصري تيار المستقبل ايضا من مختلف المناطق والبلدات اللبنانية والعاصمة بيروت. اتخذ الرئيس الحريري هذا النهار سلسلة قرارات تنظيمية على قاعدة مبدأ الثواب والعقاب. الرئيس الحريري وبصفته رئيسا لتيار المستقبل وبعد الاطلاع على مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر والتقارير الواردة بشأنه، قرر حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية، كما قرر حل الهيئات التنظيمية القيادية في كل منسقيات بيروت، البقاع الغربي، رشية، البقاع الأوسط، الكورة وصغرتة. وقد لاقت قرارات الرئيس الحريري ارتياحا لدى جمهوره وقواعد تيار المستقبل. الرئيس سعد الحريري رد في تغريدة على النائب وليد جنبلاط قائلا: يا ليت يا وليد بيك تحل عن المستقبل شوي وما تحط كل مشاكلك علينا وشكرا، قبل أن يعتذر الحزب التقدمي الاشتراكي من الحريري ويرد على الوزير طلال أرسلان الذي كان قد تناول في مؤتمر صحفي حوادث الشويفات مترحما في رده على المير مجيد أرسلان. إذن أقدم الرئيس سعد الحريري مرة جديدة على مصارحة جمهوره وتياره، وعلى بعد أيام من انتهاء الانتخابات قرر حل عدد من هيئات التيار، قرار لاقى ترحيبا وارتياحا عارما في الأوساط المستقبلية محازبين وجمهور. تقرير غيدا جبيلي. لطالما كانت المحاسبة جزءا من أي عمل سياسي ديمقراطي، وانطلاقا من ذلك جاء قرار الرئيس سعد الحريري بحل هيئة الانتخابات والماكينة ومنسقيات بيروت والبقاعين الغربي والأوسط والكورة وزغرتة. وبحسب البيان الصادر عن الأمانة العامة لتيار المستقبل، فإن القرارات جاءت بعد اطلاع الرئيس الحريري على مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر والتقارير الواردة في شأنه. تبين وجود خلل وأخطاء صارت بعدد من الدوائر. هذه الهيئات والمنسقيات التي حلت حتمارس تصريف الأعمال، والأهم فيها أنه الرئيس سعد الحريري مثل ما استجاب قبل مطالب ناسنا بالتغيير واللي حقق لهم إياه على مستوى المؤتمر العام الثاني وعلى مستوى الترشيحات بالانتخابات، اليوم الرئيس سعد الحريري كل الجو اللي رافق العملية الانتخابية وصله وكل الملاحظات اللي كانت عند ناسنا وصلته، فهو أخذها بعين الاعتبار وبادر إلى اتخاذ هذه القرارات. هذه القرارات جاءت لتصحيح الخلل وإعادة تنظيم صفوف تيار المستقبل للمرحلة المقبلة. نحن حزب في تنظيم في آليات عمل، وليس الشيء القرارات اللي طلعت هي قرارات غريبة، هي قرارات أكثر من طبيعية بأي تيار
يقوم بمراجعة وبنقد ذاته، وردود الفعل اللي اجت من المنسئيات اللي شمال القرار كانت ردود جدا إيجابية وضمن قواعد العمل السياسي والتنظيمي بالتيار وتحت سقف قرار الرئيس، انه بتيار المستقبل ما حدا اكبر من تيار مستقبل، المهم هذا التيار يستمر بدوره، نطرنا استحقاقات كثيرة، وهذا القرار بيأتي لشد صفوفنا وإعادة تنظيم صفوفنا لننطلق للمرحلة الجديدة. مرة جديدة يثبت الرئيس سعد الحريري الذي راقب واستمع فتجاوب مع إرادة القاعدة الشعبية أن مصلحة المستقبل تيارا وأعضاء أكبر من المناصب. قرارات الرئيس سعد الحريري أتت بعد ساعات من مهرجان الاحتفال بالنصر، وهو احتفال جاء استكمالا لمشهد الجولات التي قام بها الرئيس الحريري إلى المناطق اللبنانية قبيل الانتخابات، محبة ووفاء وصدق. تقرير مها حطيت. جانا عند ساعد، شو بدك تقولي له للرئيس سعد؟ حبه للساعد، بنحبه من القلب إلى القلب. هنا لا ألقاب ولا حواجز، هنا لقاء بين الرئيس سعد الحريري وأهله. من كل منطقة، من كل بلدة، من كل لبنان جاءوا إلى بيتهم، بيت الوسط، ليحتفلوا بانتصارهم، انتصار الديمقراطية، انتصار الاعتدال. منهم من جاء ليرد زيارة الرئيس سعد الحريري إلى منطقته، وبعضهم جاءوا ليرد زيارته إلى بيوتهم، هو الذي تحدى المخاطر الأمنية ليكون بينهم ومعهم. جاء لعندي على البيت، الله يحميه، الله يطول بعمره، الله يخلي لنا إياه. هيدا ابني، هو كيد العزال من يوم هاي. هيدا ابن الحبيب، وهيدا ابن الطبيب، وهيدا رفيق العمر، هيدا منحبه عم حبة أبوه الشهيد رفيق الحريري. في بيت الوسط في قلب بيروت الذي يجمع ويسع الجميع، كان هذا المشهد مشهد الفرح وحب الحياة. بتحبوا مين وحبيبتوا مين؟ بتحبوا مين وحبيبكن مين؟ بتحبوا مين؟ صح وحبيبكن مين؟ مهرجان الاحتفال بالنصر تبعه احتفال فني في ساحة الشهداء برعاية الرئيس الحريري كمساحة للحب والفرح أيضا. تقرير ناهد يوسف. جمال مدينة بيروت، سحرها، رقيها، رسم في هذه الساحة، ساحة الشهداء وسط العاصمة. من كل لبنان حضروا، من الشمال والجنوب والبقاع، اجتمعوا مع أهل بيروت تقديرا لهذه العاصمة التي تشبههم بحبها ووفائها وتضحياتها، وتكريسا لثقافة الحياة. لبنان يحتفل بالبلد هو عنوان هذا الحفل الذي أراده الرئيس سعد الحريري ليجمع اللبنانيين بعد ضجيج الانتخابات النيابية ليسهروا ويفرحوا. احتفال نظمته إتس إيفنتس ووكبته الأجهزة الأمنية. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب. ولأنه معهم في أفراحهم وأحزانهم وفي كل مناسبة تجمع اللبنانيين، حضر الرئيس الحريري مشاركا إياهم فرحة الاحتفال. دائما
لبنان هكذا لبنان يكون فيه قبل الحياة والفرحة والاستقرار والأمن، وإن شاء الله نحن مع الكل حنشتغل للبلد. نحن شعب بحب الحياة وعنيد، وشو ما صار بلبنان نحن عندنا نوقف ونرجع نعمر هيدا البلد بإذن الله. فبدك تاخد سيلفي كمان؟ يلا سيلفي. هي بيروت، هي صورة بيروت الحقيقية، أكد الرئيس الحريري لتلفزيون مستقبل. قلت الرئيس اليوم كان في بيت الوسط وفي احتفال هون، هونيك نزلوا كرمال لبنان وهون نزلوا كرمال لبنان، قد ايه هيدا المشهد هلا عم نشوفه بكبر القلب؟ يعني ان شاء الله هيدا لبنان اللي بدنا اياه، نشوف الناس مبسوطة وفرحانة وان شاء الله هيك دايما يكون لبنان. انا بالنسبة لإلي فرح الناس هو فرح لإلي، وانه نشوفهم مبسوطين هنضلنا هيك نشوف قصص ان شاء الله لبيروت. لبيروت هيدي بيروت اللي بتشبهنا اساسا. ما دام انا موجود ان شاء الله حنشوف هيدا الشيء بإذن الله. وفخورا بما تقدمه العاصمة، بقي الرئيس الحريري لمشاهدة العروض. عروض ساحرة تراقصت في سماء بيروت، وأصوات غنت الحب وغنت لبنان. ملكنا الخير بوجودك ملكنا، ومهما الحب يعذبنا ملكنا. وانا من هون يا شيخ سعد بعتبرك ملكنا، وامير على الصبايا والشباب. الف مبروك بكل صدق، تستاهل تكون رئيس حكومة لبنان. ومهما مرت العاصمة بقطوعات، تقف دائما وتقول أنا هنا صامدة وقوية. أكد رئيس الحزب التقدمي أو الحزب الديمقراطي اللبناني عفوا الوزير طلال أرسلان خلال مؤتمر صحفي تناول فيه حادثة شويفات أن علاء أبي فرج هو ضحية الخطاب التحريضي، مؤكدا عدم قبوله بعد اليوم بالاستهتار بكرامة الناس، مطالبا بإحالة ملف الإشكال بكامله إلى المحكمة العسكرية. رسائل كثيرة للنائب وليد جنبلاط حملها المؤتمر الصحفي لوزير المهاجرين طلال أرسلان، والذي تطرق فيه لحادثة الشويفات الأخيرة وتداعياتها. أرسلان رأى أن علاء أبو فرج هو ضحية الخطاب البذيء واللا أخلاقي والذي أدى إلى الاشتباك. أنا بدي أقول بالشق الأول، وكنت بتمنى أيضا أنه ما أوصل أنه خاطبه بالإعلام إلى وليد بيك جنبلاط، لقله الطائفة الدرزية قدمت لك أغلى ما تملك في أصعب الظروف وفي أحلك الظروف. ضب الزعران عن الأوادم، ضب الكلام النابل عم يصدر من اللي بيدعوا حال النواب وقيمين على الطائفة وعلى مصالحها وعلى دمها. لا، تجارة الدم المسؤول بده يوزن كلامه قبل ما يقوله. أرسلان عاد وروى تفاصيل الاشتباك الذي شهدته شويفات والذي دام ساعتين، مشددا على ضرورة إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية. أنا برفض الكلام مع أي مسؤول، لا نائب ولا وزير ولا مجلس سياسي ولا ما بعرف شو. يا بتحكي معي وجه بوجه أو يا بيك أنا عبيتي أو باش ما بتفوت. يا بتحكيني وجه بوجه أو ابنك تيمور بيك بيحكيني وجه بوجه. نحن أنا بدعي إخواني اللي عم يسمعوني على الشاشات، إخواني الموجودين هون، بتمنى على كل فرد
الحديث اللي بصير بيني وبين وليد بيك جنبلاط مش شأن حدا من هالناس. وختم أرسلان كلامه بالقول: كفى تلاعبا بكرامات الناس، وسنساعد القضاء والأجهزة الأمنية في الملف. رد الحزب التقدمي الاشتراكي على رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، لافتا إلى أنه لا يدخل في نقاشات، اعتبر الهدف الوحيد منها تحوير الأنظار عن واقعة الشويفات التي أدت إلى استشهاد علاء أبي فرش. وقال الحزب أن تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته وإخفائه للمرتكب الأساسي للجريمة تنسف مضمون كل مؤتمر صحفي. رحم الله الأمير مجيد أرسلان. كما اعتذر الحزب من الرئيس سعد الحريري متمنيا منه متابعة حادثة الشويفات لتطبيق القانون والعدالة. وكان الرئيس سعد الحريري قد رد على نائب وليد جنبلاط مغردا عبر تويتر: يا ليت يا وليد بيك تحل عن المستقبل شوي وما تحط كل مشاكلك علينا وشكرا. وبالرغم من سياسة التخويف والترغيب التي يعتمدها حزب الله، استطاع النائب السابق يحيى شمس أن يسجل خرقا ولو لم يصل إلى البرلمان، الأمر الذي يحمل دلالات كثيرة، خصوصا وأن أهالي المنطقة رفعوا الصوت أكثر مطالبين رفع الحرمان عن منطقة يمثلها الحزب نيابيا لسنوات. شخصيا أراد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله التجول في القرى والمدن والأحياء في بعلبك الهرمل لمنع خرق لائحة ثنائي الشعي في المنطقة، المنطقة التي ارتبط اسمها بالحرمان وانتظرت فرصة الانتخابات لتعبر عن رفض واقع فرض عليها بالترغيب حينا وبالتخويف حينا آخر. هناك في معقل الحزب بات المنافسون للائحة الثنائي وفقا لتوصيف نصر الله بعضهم دواعش وبعضهم الآخر يقتات على موائد السفرات، لكن وبعيدا عن لغة التخوين شهدت المنطقة معركة كرامة وإنماء، وتنافست فيها اللوائح الانتخابية لتنجح اللائحة التي ترأسها النائب السابق يحيى شمس بحصد حاصلين. والتدقيق في الأرقام يظهر أن شمس حقق خرقا دون أن يعني ذلك عودته إلى الندوة البرلمانية. وفي الأرقام أيضا فإن الأصوات التي حصدها الرجل أكثر من الأصوات التي أعطت المرشح الكاثوليكي على لائحة حزب الله أمل ألبير منصور مقعده النيابي، إلا أن توزيع الحصص حسب المذاهب حال دون وصول شمس. في الشكل لم ينجح أحد من خارج الحزب والحركة في الدائرة في الدخول إلى الندوة البرلمانية، إلا أن ذلك لا يعني أن اللائحة لم تخرق، والمتابع من الإشارة يفهم. وفي النشرة بعد الفاصل: المجلس الشرعي لإنجاز الخطوات الدستورية من دون شروط. وصفد يقول إن الحق انتصر على الباطل في طرابلس. دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للمجلس النيابي وتأليف حكومة جديدة من دون أي عراقيل وشروط. هنأ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الفائزين في الانتخابات النيابية، مؤكدا أن إجراءها ينبغي أن يعطي دفعا قويا لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، خصوصا وأن المنطقة تمر بوضع دقيق للغاية ويتطلب وعيا وحكمة من قبل جميع اللبنانيين. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. إجراءها ينبغي أن يعطي دفعا قويا لإنجاز الاستحقاقات الدستورية من انتخاب رئيس للمجلس النيابي وتأليف حكومة جديدة دون أي عراقيل أو شروط، داعيا إلى التفاهم الوطني بين الأطياف السياسية كافة وإلى التلاقي فيما بينهم والعمل يدا واحدة في سبيل مصلحة لبنان ووحدة أبنائه، ليكون عنوان المرحلة المقبلة ترسيخ أسس الدولة القوية القادرة والعادلة ولمواجهة من يتربص بلبنان شرا. كما تطرق المجلس إلى الأحداث الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية. عبر المجلس عن قلقه الشديد من جراء الأحداث الخطيرة الأمنية المتنقلة بين المناطق اللبنانية والتي تسعى لاستحداث فتن جديدة، وخاصة الاستعراضات الاستفزازية التي حصلت في العاصمة بيروت وشوارعها وبعض المناطق اللبنانية مؤخرا بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي اللبناني، داعيا إلى التنبؤ بما يحاك لضرب روح الثلاث والتواصل بين أبناء الوطن الواحد، مطالبا الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بالمزيد من التشدد في الحفاظ على أمن لبنان واللبنانيين.
وكان المجلس استهل جلسته بقراءة الفاتحة عن روح المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، كما هنأ المسلمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. قال الوزير السابق محمد الصفدي إن الحق انتصر على الباطل في طرابلس بعد أن تصدينا خلال الانتخابات لمن حاول بالكذب والرياء العمل على خراب البلد. أكد الوزير السابق محمد الصفدي أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قطع وعدا بأن تكون طرابلس والشمال أولوية لديه في المرحلة المقبلة للتعويض عن كل التقصير الذي لحق بهذه المدينة من الجهات كافة. وأشار الصفدي خلال استقباله أعضاء مكينته الانتخابية إلى أن طرابلس استطاعت التصدي لمن حاول تشتيت قرار أهل السنة في لبنان ووحدة صفهم ومن حاول بالكذب العمل على خراب البلد. أنا أريد أتشكر كل فرد منكم من كل قلبي، وتشكركم انه كلنا وقفنا ايد واحدة ضد اللي كانوا عم يحاولوا يعملوه بهالبلد. انا اليوم حياة قمت بزيارة للرئيس سعد الحريري، وطلب مني ان لكم شكره وتحياته لكل فرد منكم اللي اشتغل بهالانتخابات. بيلكن انتو كنتو كلمة الفصل، انتو كنتو كلمة الفصل بهذه الانتخابات. الصفدي جدد تأكيده مواصلة العمل مع الرئيس الحريري لما فيه مصلحة طرابلس وأهلها. جال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد البخاري على رأس وفد من السفارة في منطقة الشمال. البخاري قدم التهنئة بالفوز في الانتخابات النيابية إلى الوزير محمد كبارة بعد أن كان قد هنأ النائب سمير الجسر في دارته في طرابلس، مشيدا بالأدوار البارزة للرجلين في سبيل خدمة مدينتهما طرابلس وأبنائها. البخاري زار أيضا النائب عثمان علم الدين للتهنئة بفوزه في الانتخابات النيابية، وكان في استقباله إلى جانب علم الدين عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل معتز زريقة ورؤساء بلديات وشخصيات سياسية واجتماعية. الوزير البخاري أعرب عن سعادته في هذا اللقاء الودي منوها بالتلاحم الإسلامي المسيحي في المني. منسقية عكار تتقبل التهاني بفوز مرشحيها للانتخابات النيابية وتأكيد على دعم نهج الرئيس سعد الحريري. أمت وفود شعبية من مختلف البلدات العكارية مركز تيار المستقبل في عكار لتقديم التهاني بفوز المرشحين للانتخابات النيابية. استقبل المهنئين النواب المنتخبين هادي حبيش ووليد البعريني وطارق المرعبي ومحمد سليمان والنائب خالد زهرمان ومنسق عكار خالد طه ومستشار الرئيس الحريري في عكار خالد الزعبي وأعضاء من مجلس ومكتب المنسقية. خلال حفل التهاني أكد الشيخ خلدون عريمت أن الفوز في الانتخابات هو انتصار سعد الحريري العربي في وجه الفارسي وانتصار خط الاعتدال على التطرف. المشروع الذي قاده سعد الحريري كان معه سلاح الناس ومحبة الناس ووفاء الناس وصدق الناس وإخلاص الناس. أما المشروع الآخر فكان معه المال. تخلل الحفل مداخلات أكدت على دعم نهج الرئيس سعد الحريري. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عددا من النواب المنتخبين الذين هنأوه بالانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار التقى بري النائب المنتخب نزيه نجم الذي أكد على التواصل الدائم معه. أنا دائما رح كون بخدمة أهلي اللي صوتوا لي ببيروت، ورح كون بتنسيق دائم مع دولة الرئيس طبعا ومع رئيس كتلة دولة الرئيس الحريري. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوات أمام مرحلة جديدة بعد إنجاز الانتخابات وصدور النتائج. كلام جعجع جاء عبر الشاشة في خلال احتفال في سيدني أستراليا. برمت 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 وبنهاية المطاف مسح الله الصحيح. ربنا بيمهل بس ما بيهمل. مرة من جديد أمهل وأمهل وأمهل بس بنهاية المطاف ما أهمل ولا لحظة وليكن النتيجة شو كانت هالمرة. مش إنه مبارح، بين مبارح واليوم صار هيدا حجمنا. بس الحقيقة الأخصام نجحوا إنه يطمسوا هالحجم الحقيقي للقوات بأساليب عديدة، أهم ما كان
حل حزب الأول نجحوا يطمسوا هالحجم الحقيقي إلى أن اجت انتخابات 2018 وشغلكم وشغل كل رفاقكم بكل العالم وبكل لبنان وبرزوا بالفعل هالحجم يلي من زمان موجود. نحن قدام مرحلة جديدة، هلأ القوات أخذت الموقع يلي بتستحقه من زمان، وبالتالي عم نحضر حالنا تنلعب دورنا الأساسي على صعيد التأثير بالحركة السياسية بالبلد. التطورات السياسية بحثها رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي مع النائب المنتخب جهاد الصمد، إذ تمت مناقشة تشكيل تكتل نيابي واسع. فرنجي استقبل أيضا النائب المنتخب فريد هيكل الخازن الذي أكد دعمه مسيرة الفرنجي الوطنية مشددا على التعاون الدائم معه. طلعنا من البيك، أطلعنا على المشاورات يعني عم جريها لتشكيل التجمع النيابي أو التكتل النيابي اللي حيكون حيبصر النور قريبا جدا بمعية الوزير الخارجية. هذا التجمع ربما الـ يعني من التجمعات القليلة جدا بالبلد اللي هي لا طائفية، وستكون مجموعة وازنة ولها حضورها الوطني الفاعل الذي سيعمل على يعني وحدة لبنان ووحدة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية. اعتبر النائب المنتخب تيمور جملاط أن الحزب التقدمي الاشتراكي نجح في الانتخابات بمعركة، لكن الحرب عليه لا زالت مستمرة. جملاط خلال استقباله في قصر المختارة وفدا شعبيا من حصبية ومنطقتها قال: بإذن الله معكم ومع الرئيس نبيه بري، الذي نتمنى لو كان لدينا حليفان مثله نربح في هذه المعركة الجديدة. اعتصامات احتجاجية لموظفي المستشفيات الحكومية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم. نفذ موظفو مستشفى نبيه بر الجامعي الحكومي اعتصاما في النبطية، أعلنوا فيه الإضراب العام المفتوح احتجاجا على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم، وذلك بمشاركة نائب رئيس الاتحاد العمال العام حسن فقيه وعدد من العاملين في المستشفى. المتحدث باسم نقابة العاملين علي السيد أعلن الإضراب العام إلى حين إقرار المطالب. بعد 9 أشهر من إقرار القانون رقم 46 اللي بخص السلسلة والزيادة للموظفين، لحديت هلأ عم نشوف كتير من المماطلة ومن التسويف من قبل المعنيين بالوزارات، من مستشار وزير لوزير لمدير عام لكل المعنيين بهذا الموضوع. وللصراحة لحديت هلأ بعد ما شفنا شيء بهذا الإطار. نحن اليوم بمستشفى النبطية الحكومية نعلن الإضراب والاستمرار بهذا الإضراب حتى تحقيق المطالب. بدورهم واصل موظفو مستشفى صيدا الحكومي إضرابهم مطالبين بضرورة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بصورة عادلة. بعض المدراء المستشفيات مثل مدير مرج عيون، مدير معالجك الحكومي، عم اذكرهم بالاسم مش لازم اذكر، بس للاسف عم يمارسوا دكتاتوريه على موضوع على الموظفين، وعم يتهددوا الموظفين اذا اي موظف يعمل اعتصام او تحرك حتى وقفه حيتاخذ في الاجراءات. نحن بلبنان القانون بيكفل موضوع الاعتصام والتحرك والاضراب. كما ناشد المعتصمون الجهات المعنيه لتحقيق مطالبهم باسرع وقت ممكن. في مركز الرعاية الدائمة حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى التلاسيميا. بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا، نظم مركز الرعاية الدائمة حملة تبرع بالدم لصالح من يعانون من المرض. اليوم يوم العالمي للتلاسيميا، وهو يوم مهم كتير، واليوم الموضوع تبعه هو التبرع بالدم. والتبرع بالدم لأولاد التلاسيميا شغلة مهمة كتير، لأن التلاسيميا هو مرض مزمن، والمريض هو بحاجة كل 3 جمعة أو بالشهر مرة لدم. وجودنا نوع من تشجيع لكل الشباب والصبايا اللي قادرين يجوا يتبرعوا بالدم، لأنه مريض التلاسيميا بحاجة دائمة للدم، ونحن هون موجودين كبشر لنسد حاجات بعضنا. يعني الشيء كتير منيح، إذا مش قادرين نعمل شيء بنتبرع لغيرنا، غيرنا كتير عاوز بالدم. لازم كلنا نتبرع بالدم،
مش بس لحدا مريض، لازم كل الجمعيات تيجي تتبرع وكل العالم تيجي تتبرع لنحس فيهم، نحس بوجعهم. إذا نحن ما حسينا ببعض مين بده يحس فينا؟ وقد تميزت الحملة بحضور كثيف مع وجود بعض الشخصيات الفنية المشهورة. بدعم من السفارة البريطانية افتتح محافظ بيروت زياد شبيب وجمعية مارش المركز الثقافي هنا بيروت. افتتح محافظ بيروت القاضي زياد شبيب والسفير البريطاني هيوغو شورتر ورئيسة جمعية مارش ريا بارودي المركز الثقافي هنا بيروت بدعم من السفارة البريطانية وتمويلها في منطقة الحرش الطيوني في بيروت. وأكدت بارودي أن المشروع يهدف إلى توفير الفرص الكافية للشباب لحياة أفضل. قصتنا انه حبينا نكون فوق الاحكام المسبقه والحكم على الثاني ومين احسن من مين ومين اقوى من مين. واليوم عم تفتتح هيدي المساحه، مساحه للتعبير لننمي قدرات الشباب ونطلق لهم مواهبهم ونخلق لهم فرص عمل ولنعطيهم صوت، صوت شباب بيروت يلي لازم يوصل اكثر. من جهته اشار شورتر الى ان المركز سيشكل جسر تواصل بين اللبنانيين كافه. من خلال عدم الاستقرار يمكن أن يرى المرء الضوء، لا سيما أن اللبنانيين تأكدوا أن منطقة العنف خدعهم وواجبهم البحث عن السلام. أما القاضي شبيب فأكد أن الماضي الأليم الذي شهدته مدينة بيروت أصبح خارج إطار القدرة على التغيير، معتبرا أن بإمكان أهلها أن يؤثروا بالحاضر والمستقبل. بيروت تستحق أن يكون عندها هذا النوع من المبادرات في هذه المنطقة المليئة بالرمزية التاريخية إلى مستقبل كثير مهم. وسينطلق هنا بيروت بالتزامن مع شهر رمضان بتقديم إفطارات مقابل بدل رمزي يغطي التكاليف. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات اليمنية تحرر العديد من المواقع في الساحل الغربي. الاحتلال الإسرائيلي يستنفر قواته استعدادا لنقل السفارة الأمريكية. أغلقت مساء اليوم صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية وبدأت على الفور عملية فرز الأصوات. إلى ذلك عمد عدد من مناصري قائمة الفتح التابعة لميليشيا الحشد الشعبي إلى تطويق مبنى المفوضية في كركوك متهمين إياها بتزوير نتائج الانتخابات، كما تردد أن 3 أشخاص قتلوا في انفجار عبوة نزيفة. أكثر من 25 مليون عراقي أدلوا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأول بعد هزيمة تنظيم داعش والتي تنافس فيها أكثر من 7000 مرشح في 18 محافظة للفوز بمقاعد في البرلمان الذي يتشكل من 329 مقعدا. وزارة الداخلية العراقية نشرت أكثر من 900,000 عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع. وتسهيلا للعملية الانتخابية أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح أجواء البلاد لحركة الملاحة الجوية بعد إغلاقها لفترة بسبب التصويت في الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى رفع حظر حركة السيارات في جميع المحافظات. نسبة مشاركة الناخبين في التصويت العام في الانتخابات البرلمانية في عموم العراق بلغت نحو 40% بحسب إحصاءات غير رسمية. وشكل استخدام طريقة العد والفرز الإلكتروني المتغير الأهم في الانتخابات العراقية، إذ لا تحتاج النتائج النهائية إلى أكثر من 48 ساعة بعدما كانت تتطلب نحو شهر في الأعوام السابقة. بعض التقديرات أشارت إلى أن تحالف حيدر العبادي يعد الأوفر حظا نسبيا مقارنة بمنافسيه نور المالكي وهادي العامري، لكن إذا لم يتمكن أي من التحالفات الثلاثة الرئيسة من تحقيق الغالبية فسيكون عليها خوض مفاوضات مع بقية الكتل من أجل الوصول إلى ترشيح رئيس للحكومة، وقد يلعب التيار الصدري وتحالف سائرون دورا هاما في هذا المجال. الانتخابات الرابعة منذ الغزو الأمريكي سجلت أيضا اختفاء السيطرة الكردية على 7 مدن مختلطة شمال العراق استعادتها بغداد في حملة عسكرية ضخمة قبل بضعة أشهر، كما تغيب أكثر من 10 مناطق عن الانتخابات بسبب تواجد أهلها في المخيمات ومعسكرات النزوح. ورغم إقرار جميع الكتل بالبعد الديمقراطي في العملية الانتخابية، إلا أن العوامل الخارجية تلعب أيضا دورا هاما تظهر من خلال التدخلات الإيرانية لكسب نتائجها لصالحها، والتي طالبت وفي شكل علني بدعم تحالف الفتح الذي يمثل الوجه السياسي لميليشيا الحشد الشعبي لقطع الطريق أمام أي تحالف سياسي آخر.
في التطورات اليمنية، حررت قوات الشرعية مديرية الوازعية غرب تعز بالكامل بعدما كانت سيطرت على معسكر العمري الاستراتيجي. تمكنت قوات المقاومة اليمنية وبإسناد من قوات التحالف العربي من تحرير مديرية الوازعية غرب تعز بالكامل ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقالت مصادر عسكرية إنه بتحرير الوازعية يكون قد تم تحرير غرب تعز بالكامل وبالتالي فتح الطريق إلى الحديدة. هذا الإنجاز يأتي بعد ساعات من نجاح المقاومة في السيطرة على معسكر العمري الاستراتيجي في منطقة زباب الساحلية، والذي كانت تتحصن فيه الميليشيات الانقلابية كأحد مواقعها لتهديد الملاحة البحرية الدولية. ويمثل تحرير معسكر العمري ضربة قاسمة للميليشيات وانتصارا كبيرا للشرعية اليمنية وخطوة مهمة تمهد الطريق لانتزاع آخر منفذ بحري من أيدي الحوثيين وهو ميناء الحديدة. إلى ذلك أحكمت المقاومة اليمنية بقيادة العميد طارق محمد صالح وألوية العمالقة والمقاومة التهامية الخناق على الميليشيات الموالية لإيران، والتي منيت بخسائر كبيرة على جبهات عدة في اليمن، وسقط عشرات الجرحى والقتلى من الانقلابيين في المواجهات شمال حيس، الجبهة التي تشهد المعارك الأعنف والخسائر الأكبر للحوثيين. كما شنت المقاومة هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي في الطريق المؤدي إلى مديريتي الجراحي وزبيت الواقعتين في الساحل الغربي. اتهم البيت الأبيض الحرس الثوري الإيراني بتصدير الاضطرابات إلى أرجاء الشرق الأوسط، واعتبر البيت الأبيض أن الأعمال الطائشة التي ترتكبها إيران تمثل تهديدا للأمن الإقليمي، لافتا إلى أن الوقت حان كي يضغط المجتمع الدولي على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير. وتابع بيان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب تحدث عبر الهاتف إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وقد نددا بهجمات إيران الصاروخية على إسرائيل، كما بحثا في كيفية التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 11 إيرانيا قتلوا في القصف والغارات الإسرائيلية فجر الخميس على سوريا وفق حصيلة جديدة نشرها المرصد، وتحدث عن ارتفاع الخسائر البشرية إلى 27 على الأقل، هم 6 من قوات النظام و11 من العناصر الإيرانية و10 آخرين القسم الأكبر منهم من جنسيات غير سورية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا مشهودا مع نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس. وفي تغريدة له على شبكة تويتر بعث ترامب بتهانيه للجميع في هذه المناسبة. ومن المتوقع أن يوجه ترامب كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين في مراسم افتتاح السفارة بعد غد الاثنين، والتي سيحضرها حوالي 800 ضيف. وأوضحت مصادر أمريكية أن أيا من أفراد الوفد الأمريكي الذي سيأتي للمشاركة في المراسم لن يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين خلال الزيارة. نشر الاحتلال الإسرائيلي قوات إضافية على حدود قطاع غزة وفي نقاط التماس في الضفة الغربية استعدادا لإحياء الفلسطينيين يوم النكبة والاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقالت مصادر إسرائيلية إن الاحتلال نشر عدة ألوية عسكرية على حدود القطاع وفي الضفة الغربية في محاولة للتصدي لأي محاولات لاجتياز السياج الحدودي أو تصعيد المواجهات في الضفة الغربية. والآن نصل إلى النشرة الرياضية مع صبحي. مساء الخير مشاهدينا، البداية الليلة رح تكون من سوء الانتقالات الصيفية اللي بدأ بكير، خاصة مع مسلسل البرازيل نيمار دا سيلفا والانتقال المتوقع إلى ريال مدريد الإسباني، وامبارح رسالة غير مباشرة من النادي الفرنسي إلى النادي الملكي. التفاصيل من تبع سوا بالتقرير التالي. لا يزال الجدل مستمر وعم يتعالى أكثر وأكثر حول إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يلي كان ضمه مقابل مبلغ خيالي وصل ل 222 مليون يورو. والانتقال من الممكن يكون مرة جديدة إلى إسبانيا، ولا العملاق الغريم التقليدي لبرشلونة نادي نيمار السابق يلي هو نادي ريال مدريد أكيد. وكان باريس سان جيرمان نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لنيمار بالقميص الجديد للفريق يلي رح يلعب فيه الموسم المقبل، وهو ما فسره الكثيرون بأنه النادي الفرنسي بده يوجه رسالة إلى نادي ريال مدريد بطريقة غير مباشرة أنه اللاعب ليس للبيع.
وبتطور جديد، تفاعل نيمار أيضا مع صورته بالقميص الجديد للبي اس جي، حيث كتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: أفتخر بارتداء القميص الجديد ومواصلة منحكم المتعة. وتعليقا على هالشيء، قالت صحيفة ماركا الإسبانية أن نجم السامبا البرازيلي ربما بهذه الكلمات يريد أن يطمئن إدارة باريس سان جيرمان ويقلل من حدة الشائعات عن مستقبله. ولكن ما بدنا ننسى أبدا أنه نيمار كان عمل نفس الشيء وقت كان مع برشلونة، ولكن بالختام تم الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان، وأنه ترك النادي الكتالوني والثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي. فهل ينتقل الصيف المقبل إلى ريال مدريد إلى جانب كريستيانو رونالدو؟ في إسبانيا أيضا توجه للمدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أرنستو فيلفيردي للتقليل من عدد اللاعبين الكبار بالسن بفريق، خاصة بصيف عام 2019. وأشارت التقارير اللي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن وجود عدد كبير من اللاعبين حاليا متقدمين بالسن، ولكن خطط فيلفيردي مع الإدارة الفنية رح تقلل من هالشي ومعدل الأعمار تحديدا، ويبدو ذلك بخلال فترة الانتقالات تحديدا، حيث يريد برشلونة التوقيع مع اللاعب أنطوان غريزمان الفرنسي اللي عمره 27 سنة بس وهو قادم من أتلتيكو مدريد، والبرازيلي آرثر ميلو اللي عمره 21 سنة، إلى جانب تطوير اللاعب كارلس إلينا اللي عمره 20 سنة بس، وأتمام صفقة الهولندي فرانكي دي يونغ يلي عمره 20 سنة أيضا. وبالرياضة الميكانيكية، رح يكون سائق فريق مرسيدس وبطل العالم البريطاني لويس هاملتون أول المنطلقين بكرة الأحد ضمن جائزة إسبانيا الكبرى المقامة على حلبة كاتالونيا. سجل سائق فريق مرسيدس وبطل العالم البريطاني لويس هاملتون الزمن الأسرع بالتجارب التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى يلي رح يصير بكرة على حلبة كاتالونيا ببرشلونة، وتمكن هاملتون من تسجيل زمن بلغ دقيقة و16 ثانية و173 جزء من الثانية بفارق 40 جزء من الثانية عن أقرب منافسينه وملحقينه بهالتجارب زميله بالفريق الفنلندي فالتاري بوتس. وحل ثنائي فيراري المؤلف من الألماني سيباستيان فيتال والفنلندي كيمي رايكنن بالمركزين الثالث والرابع. وبالرغم من تفوقهم بالجولة الثانية من التجارب التأهيلية، لأنه سرعة مرسيدس خاصة مع استعمال للفريق التقني لإطارات سوبر سوفت فاجأت الجميع بالشق الأخير من التجارب. وكان الترتيب النهائي للسائقين العشرة الأوائل على الشكل التالي: لويس هاملتون أول، فيلتاري بواتس ثاني، سيباستيان فيتال ثالث بالمركز الرابع، كيمي رايكنن بالمركز الخامس، ماكس فيرستابن بالمركز السادس، دانيال ريكارديو، وبالمركز السابع كيفن موكسن، وبالمركز الثامن فرناندو ألونسو، وبالمركز التاسع كارلوس ساينز، وبالمركز العاشر رومان غروغان. هذا كل شيء بالرياضة لليلة، منتابع ما تبقى من النشرة مع لينا ومنير. أهلا صبحي. رجعت تشتي. نتابع هلا أحوال الطقس مع كارين خراط. بونسوار. بعد أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عم تتأثر بمنخفض جوي عم بيؤدي لطقس متقلب وماطر، تفاصيل كلها بعد شوي. هلأ منروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس. 27 درجة رباط، 21 الجزائر، 18 درجة بغداد، 30 دمشق، 22 القدس، 19 عمان، 22 درجة، ومنختم مع الكويت 35 الدوحة والرياض، 38 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. بكرة طقسنا بين غائم جزئيا إلى غائم. بالنسبة للحرارة على الساحل بتوصل أقصاها ل 23 درجة، أدناها 15، بالنسبة للجبل 19، أما بالداخل بتسجل أقصاها 20 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ومنبلش جولتنا بعكار 23 درجة، طرابلس 22، الأرز 11، الكورة 23، الهرمل كمان 23 درجة، القاع 21، بعلبك 18، رياء 19 درجة، جبال 21، ميروبة 12، جونية وبعبدة 22 درجة، بيروت كمان بتسجل حرارة فيها 22 درجة. من كفة لنوصل على زحلة 20، شتورة 23، عنجر 24 درجة، مشغرة 23، جزين 23، رشية 19، مرج عيون وبنت جبال 22 درجة، ومنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا صور وقانا 23 درجة. مثل ما ذكرت، بكرة طقسنا بين غائم جزئيا إلى غائم، عنا تساقط للأمطار، أحيانا بتكون غزيرة بترافقها برق ورعد. بالنسبة للحرارة بتوصل أقصاها نهار الأحد ل 22 درجة، أدناها 18، بالنسبة للتنين 23 درجة، أما نهار الثلاثة بتسجل أقصاها 24 درجة. حرارة بمنطقة الأرز توصل أقصاها لل 11 درجة. هون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.
في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أخبار. هي قرارات أكثر من طبيعية بأي تيار يقوم بمراجعة وبنقد ذاته. ارتياح مستقبلي، مناصرين وحزبيين لقرار رئيس الحريري، حل هيئة الانتخابات والماكينة ومنسقيات عدد من المناطق. الحديث اللي بصير بيني وبين وليد بيك جملاط مش شأن حدا من هالناس. تداعيات إشكال الشويفات مستمرة، أرسلان يهاجم جملاط والتقدم يرد، رحم الله المير مجيد. هذه الانتخابات إن شاء الله تحدد مستقبل العراق القادم. العراقيون انتخبوا نوابهم الجدد ونسبة المشاركة بلغت 32%. ختاما نشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء.